بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالير اي كومبروندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرة، طبعا رأينا أك أك أوك إيك 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 إيك، ثم توقفنا عند هذه الفقرة كما نلاحظون. رأينا كلمات مع أك مثلا لو لاك بلو، لو ساك دو مامون، كراك، لا فاكتور. ثم رأينا كلمات مع أك مثلا لو بيك، لو بيك، ان شيفون سيك، افيك، افيك، لو ليفر دو ليكتور. ثم رأينا كلمات مع أوك مثلا لو روك، لو موا دوكتوبر، اوكتاف، لو سوك، لو سوك، ان شوك. ثم راينا كلمات مع ايك مثلا فيكتور، لا ديكتي، فريدريك، لو تيك تاك دو لا مونتر. ثم في الاخير راينا كلمات مع ايك مثلا لو فياديك، لوك ا روتروفي لو ساك دو سا مامون، لوك ا روتروفي لو ساك دو سا مامون. ثم نكمل مع هذه الفقرة. écoute le tic tac de ma montre. écoute bien sûr c'est le verbe écouter. هذا فعل écouter، هذا فعل استماع. طبعا عندنا هنا الأمر، نتكلم هنا عن l'impératif. on a le verbe écouter conjugué à l'impératif. إذا عندنا فعل écouter مصرف à l'impératif. نقول مثلا في الصرف ديالو écoute, écoutons, écoutez. écoute, écoutons, écoutez. إذن استمع كما عندنا هنا. écoutons فلنستمع. écoutez فلتستمعوا. إذن عليكم أن تسمعوا. إذن هنا عندنا écoute le tic tac. استمع إلى صوت. صوت ماذا؟ de ma montre. de ma montre. صوت ساعتي. استمع إلى صوت ساعتي كما رأينا فيما سبق تيك تاك، هذا التقليد لصوت الساعة اصطلح عليه هكذا. إيكوت لو تيك تاك دو ما مونتر، استمع إلى صوت كما نقول دو ما مونتر ساعتي، لا مونتر، لا مونتر ساعة اليد أو ساعة الجيب، ما مونتر ساعتي أنا، ta montre ساعتك أنت، sa montre ساعته هو. en octobre في شهر أكتوبر، في شهر عشرة من السنة. en octobre إذا في شهر عشرة l'été est fini، الصيف ينتهي. l'été est fini، الصيف انتهى. en octobre l'été est fini، إذن في شهر أكتوبر الصيف انتهى، المقصود بأن الصيف ينتهي مع شهر أكتوبر. ثم عندنا voici Octave et sa maman. voici Octave et sa maman. طبعا كما رأينا فيما سابق مثلا كلمة لوغوك تعني الصخر، تعني صخرة، نتكلم عن قطعة كبيرة من الصخر كما نقول جلمود لو روك. وممكن ان هذا الاسم كما راينا انه يطلق على شيء، مثلا كما راينا انه يطلق على طائره تسمى روك. هنا طبعا عندنا اوكتاف، اوكتاف من حيث المعنى ان تعني ثمانيه ايام مثلا في عطله للكنيسه الرومانيه. اذا نتكلم عن عطله مكونة من ثمانية أيام عند الكنيسة الرومانية تسمى أوكتاف، أو ممكن يطلق على آخر يوم من هذه الثمانية أيام، إذا نقول أوكتاف. ثم في الموسيقى نتكلم عن مسافة من ثمانية يعني درجات بين صوتين، عندنا الصوت ثم صوت آخر يأتي وبينهما ثمانية درجات تقريبا كما نقول ثمانية مدود. نتكلم عن مسافة بين صوت وصوت
مكونة من 8 درجات. ثم طبعا كلمة أوكتاف ممكن تكون لها معاني أخرى. هنا كلمة أوكتاف نقصد بها تحديدا اسم شخص. Voici Octave. ها هو Octave. Et sa maman. ثم أمه. إذن Voici Octave et sa maman. ها هو Octave et sa maman. وأمه. Voici Octave et sa maman. La mère d'Octave a un joli sac. إذن أم Octave a عندها un joli sac. إذن عندها ساك جميل. عندها كما نقول كيس جميل. La mère d'Octave a un joli sac. إذن أم Octave عندها ماذا؟ عندها ساك جميل. Regarde. انظر. تماما كما عندنا هنا. تماما كما عندنا هنا. Écoute. استمع. إذن نتكلم على الأمر هنا. Regarde. إذن عندنا هنا لو فيرب regarder. لو فيرب regarder conjugué à l'impératif. إذا نتكلم عن فعل نظرة مصرف في الأمر تماما كفعل écouter فعل استمع. Regarde. انظر. انظر ماذا؟ Mon nouveau livre de lecture. Mon nouveau livre de lecture. إذا انظر كتابي الجديد للقراءة. أدو بالزيماج. إذن عنده صور جميلة. صور جميلة. إذن غوغارد انظر. مون نوفو ليفر دو ليكتور أدو بالزيماج. إذن كتابي الجديد للقراءة أدو بالزيماج عنده صور جميلة. أنه يحتوي صورا جميلة. غوغارد مون نوفو ليفر دو ليكتور أدو بيلز إيماج. ثم عندنا جو فيرم لا بورت أكلي. جو فيرم لا بورت أكلي. أنا أغلق الباب. طبعا عندنا هنا لو فيغ فيرمي مصرف في البريزون مصرف في الحاضر. جو فيرم أنا أغلق الآن. ما عندناش بحال هنا مثلا الأمر. في الأمر نقول فيرم إغلق. فيرم لا بورت اكلي اغلق الباب بالمفتاح. هنا عندنا جو فيرم انا اغلق. اغلق ماذا؟ لا بورت اكلي انا اغلق الباب بالمفتاح. يعني الباب ماشي غنردو فقط انه يتسد بل انني ساغلقه بالمفتاح. جو فيرم لا بورت اكلي. كري كراك كري كراك. طبعا رأينا فيما سبق لو تيك تاك. لو تيك تاك إذا نتكلم عن صوت الساعة. إذا نسمع صوت الساعة تيك تاك تيك تاك. إذا أصبحنا نسميه لو تيك تاك. طبعا هنا عندنا كري كراك. إذا عندما نغلق الباب بالمفتاح نسمع كري كراك كري كراك. أعطيناه هذا الصوت. Je ferme la porte à clé. أنا أغلق الباب بالمفتاح. كري كراك. La porte est fermée. الباب أغلق. كري كراك. الباب أغلق. كري كراك. La porte est fermée. Est fermée. إذا الباب أغلق. طبعا كلمة الباب كما تنشوفوا هي كلمة مؤنثة. كما نقول الباب لا بورت. هذاك الشيء علاش زدنا واحد او هنا ديال التأنيث. جو فيرم لا بورت اكلي كري كراك لا بورت اي فيرمي. ميشيل اي طالي بيشي او بور دي لاك. ميشيل اي طالي بيشي اي طالي بيشي اي طالي بيشي او بور دي لاك. إذن ميشيل إيطالي أنه ذهب. طبعا عندنا هنا لو فيرب آلي. ميشيل إيطالي. إذن ميشيل أنه ذهب بيشي ليصطاد في البحر ليصطاد في المياه. بيشي نتكلم أحيانا عن لا بيش. إذن نتكلم عن صيد الأسماك
صيد الأسماك يسمى لابيش، على عكس صيد الحيوانات البرية مثل الأرانب أو الطيور. إذن هنا نتكلم عن لاشاس، لاشاس، ومنها فعل شاسي، شاسي يعني أنك تصطاد هذه الحيوانات البرية. هنا طبعا نتكلم عن لوفيغ بيشي، يعني أنك تصطاد السمك. ميشيل إيطالي بيشي، ميشيل إيطالي بيشي. إذن ميشيل ذهب ليصطاد أوبورديلاك، على ضفاف البحيرة، كما لو نقول على ضفة البحيرة. افيك فريديريك، مع فريديريك، مع صديقه مثلا فريديريك. لا بوتيت بول دو غوني، إذن الدجاجة الصغيرة التي تعود إلى غوني. مادوني، مادوني. تخواكو دو بيك، دو بيك. لا بوتيت بول دو غوني مادوني، إذن دجاجة غوني الصغيرة. مادوني أن أعطتني، أعطتني، أعطتني ماذا؟ تخواكو دو بيك، تخواكو دو بيك. ثلاثة ضربات بالمنقار، كما تنقولوا أن نقباتو، نقباتو ثلاثة المرات. لا بوتيت بول دو غوني مادوني تخواكو دو بيك، دو بيك. كما رأينا فيما سبق لو بيك المقصود به المنقار، لو بيك المقصود به منقار الطائر. إذا نعيد، إيكوت لو تيك تاك دو ما مونتر أون أكتوبر ليتي إي فيني. فواسي أوكتاف إي سا مامون، لا مير دوكتاف أ أن جولي ساك. روغارد مون نوفو ليفر دو ليكتور أ دو بيلز إيماج. جو فيرم لا بورتا كلي، كريك كراك، لا بورت إي فيرمي. ميشيل إيطالي بيشي أو بور دو لاك، ميشيل إيطالي بيشي أو بور دو لاك، ميشيل إيطالي بيشي أو بور دو لاك. Avec Frédéric, la petite poule de René m'a donné trois coups de bec. ثم نكمل مع هذه المقاطع اللفظية ومع هذه الكلمات. إذن عندنا أك، أك، مثلا لو ساك، لو ساك، ثم لو تيك تاك، لو تيك تاك، لو تيك تاك. ثم عندنا إك، ثم إك، مثلا لو بيك، إك، مثلا لو بيك، لو بيك. أوك، أوك، مثلا أوكتاف، أوكتاف. إيك، فيكتور، فيكتور، فيكتور. أك، أك. لو ساك، لو ساك. لو تيك تاك، لو تيك تاك.
أك أك أك. لوبك لوبك لوبك. اوك اوك. اوكتاف أوكتاف. إيك إيك. فيكتور فيكتور. نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.